اليوم انطلاقة موسم الرياضة 2021 راح نتكلم عن أهم الفعاليات في بدايته، وكالعادة أخبار وقصص أكثر في هذه الحلقة من The Love and Show معي أنا خالد العواد بعد الانترو. يا هلا وسهلا فيكم، مبارك الجماهير الهلال بعد فوزه في ديربي القارة في نصف نهائي أبطال آسيا على النصر، واللي نقول برضو الجماهير حظ أوفر. أمس المواجهة كانت حامية بحكم أن لأول مرة تصير فريقين من السعودية في نصف نهائي البطولة. خلونا نشوف بعض اللي صار على أرض الحدث في مرسول بارك. اليوم ينطلق موسم الرياضة 2021 بمسيرة افتتاح ضخمة، واللي خلصت تذاكرها في نص ساعة بس في يوم طرحها السبت الماضي. صحيح المقاعد محدودة ومجانية وخلصت بسرعة، لكن راح تنقل فعالياتها وحداثها على MBC، فعاليات وحداث جاية كثيرة تحت شعار تخيل أكثر. أضخم مهرجان ترفيهي في السعودية، مسيرة افتتاح موسم الرياض 2021. عيشوا ليلة تفوق الخيال، ألعاب نارية مبهرة، حفلات غنائية مع ألمع نجوم العرب والعالم، أقوى الاستعراضات وأجمل العروض الفنية، حدث عالمي بانتظاركم. أكد معالي تركي آل الشيخ على ربط تذاكر فعاليات موسم الرياض بتطبيق توكلنا أكثر من مرة على حسابه في تويتر، ووضح في تغريدة له: اللي بيشتري تذكرة وما يربطها مع توكلنا بيبان عندنا في السيستم، بنخلي له مهلة معينة وبعدها بنعيد طرحها. قلت لكم بوضوح أكثر من مرة السوق السوداء بنحاول قد ما نقدر إنها تنتهي تماما، لحد يقول ليه انلغت تذكرتي، اربطوا بتوكلنا بسرعة. المربع واحد من المناطق اللي بتنطلق في أول أسبوع من الموسم يوم الأحد الجاي 24 أكتوبر، واللي راح تكون فيها مطاعم عالمية مختلفة طوال الموسم بالضيافة الراقية وأجواء عشناها في موسم 2019 وبشكل أكبر هذه السنة. ومن ضمن الفعاليات في أول أسبوع بالموسم راح تكون مسرحية سلام مربع للنجم محمد هنيدي على مسرح بكر الشدي في بوليفارد رياض سيتي. الموسم هذا راح تكون فيه أكثر من 36 مسرحية خليجية وعربية بأكثر من 350 عرض، من بينهم الثلاجة لعبد الناصر درويش ومسرحيتين لحسن البلام وكثير من المسرحيات الخليجية والعربية. يعني تخيلوا 14 مسرحية جاية من مصر بس. هذه كانت حلقة الأربعاء من The Love and Show. لا تنسون الاشتراك هنا في البرنامج وتفعلون التنبيهات وتتابعون The Love and Show السعودية في كل منصاتنا للمحتوى اليومي. شوفكم على خير، في أمان الله.